جديد اكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا ولمشوارنا الصباحي. طبعا عام جديد، امنيات، اهداف، طموحات، يمكن كثير قصص صعبه مثل ما حكينا مرينا فيها، ولكن مع كل بدايه جديده لازم نحط لحالنا مجموعه من الخطط والاهداف، نوقف مع الاخطاء اللي نحن اخطانا فيها، يمكن ما اشتغلنا صح، كيف بدنا نبلش صح؟ يمكن لازم نحط خطط، اهداف، كيف ممكن نحن نشتغل لحتى نوصل للهدف اللي بدنا اياه. كل هذا نحن نحكي عنه مع ضيفتنا بالاستوديو بصباحة اليوم، الموجهة التربوية بانا عباد. يسعد صباحك. صباح الخير. كل عام وانت بخير. انتم بالف خير. انت يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. دائما انت بتزيني صباحنا بالمعلومات القيمة، وخصوصا للمجتمع المحلي اللي عم نعيشه من خلال مواضيعنا اللي عم نختارها من استاذة بانا. شكرا. هلا ببداية يعني انقضاء سنة وبداية سنة، اكيد في امور كثير بيوقف عندها الشخص. اهم الامور اللي يعني لازم يوقف عند الشخص، طبعا نحن بنلاحظ انه كل الناس بتنبسط بقدوم عام جديد وبتحتفل وبتتامل يكون عام خير. الخير ما بيجي الا اذا نحن انطلقنا من نفسنا، يعني التغيير اللي بنطمح له نحن بالسنه الجديده هو ما بيجي عن طريق السنه، وانما عن طريق تغيير عقولنا ونفوسنا. طبعا فنحن اذا كنا بنطمح للتقدم او نحو الشيء الافضل لازم نحن نبتدي من نفسنا. فنحن وقت هي المرحله المفصليه بانقضاء عام وقدوم عام لازم نسال حالنا، مين نحن؟ مين نحن؟ مين بهيدي المنطقة أو بهيدي المساحة؟ شو بدي يكون؟ أو شو حققت العام الماضي من أهدافي؟ حققت أو ما حققت شيء من هاي الأهداف؟ بدي أسأل شو نقاط القوة ونقاط الضعف يلي عندي؟ هل أنا أتقبل ذاتي بنقاط ضعفي أم أنا رافض ذاتي؟ يعني أنا عم بشتغل على تطوير نفسي وترميم نقاط الضعف، ولا أنا بدي يصير دكتور وبدي يصير مهندس وبدي يصير قائد وأنا قاعد بمحلي بمنطقة الراحة اللي عندي. بدي أسأل حالي أنه أنا شو هي الأهداف اللي بدي أحققها، هل تتناسب مع طاقاتي وقدراتي وإمكانياتي أم أنها فوق حجم طاقتي وقدراتي وإمكانياتي، مشان أعدل بالخطة وبالأهداف المرسومة. كذلك أسأل نفسي ما هي صورتي الذهنية عن نفسي، وهل تتناسب صورتي عن نفسي مع الصورة اللي أخذها الآخرين عني أم لا، هي مختلفة تماما وفي شرخ كبير بين صورتي عن نفسي وصورة الآخرين عني. حلو. هون بتستحضرني قصة اسمها الفأر والساحر. الفأر بيوم من الأيام عايش بالغابة، بيجي القط بيهجم عليه، بيتخبى الفأر جوا البيت وبيسكر هالباب. القط ضل مرابط عند الباب. الفأر أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، الفأر رجع بيته مانو شايل أكل أبداً، بدق على جاره بيقول له أنا جوعان. الفأر القط ناطر على باب بيتي وأنا ما عندي شيء أكله. قال له تفضل أنا بطعميك مخزن طعام مشان هيك حالك. بيعطي أكل للفار، بيقول له بتكمل معروفك معي، ساعدني بدي أخرج من هالبيت ومن هالجحر، بدي أروح لعند الساحر لحتى يغيرني لأنه أنا مليت من حياة الفئران. قال له أنا حافر نفق مشان وقت اللي بده يهجم علي العدو بدي أهرب منه. رح طلعت من هالنفق وبتروح لعند الساحر. بيمشي هذا الفار وبيروح لعند الساحر، بيقول له أنا مليت من حياة الفئران، بدك تحولني لقط. بيقول له وصلت، رح حولك لقط بس بشرط ممنوع ترجع فارق. قال له موافق. والله راح تلبس بتوب القط وراح بين القطط، صار عنده سوء تكيف، ما قدر يعيش مع القطط، ما عجبته العيشة مع القطط لأنه لا زال يعتقد أنه فأر. عاد إلى الساحر. قال له أنا ما حبيت حياة القطط، بدك تحولني لنمر. قال له تكرم، لنمر بحولك بس لفأر ما برجعك. قال له يلا. حوله لنمر، رجع عاش بين النمور، ما قدر يتكيف لأنه لا زال يعتقد أنه فأر. رجع عند الساحر قال له ما حبيت ابدا حياة النمور، بدك تحولني لاسد، الاسد ملك الغابة واريد ان اكون ملك. فهنا رفض الساحر، قال له لا يمكن ان تكون اسد بقلب فأر. صحيح. انت ما تفكر فيه مثل ما بتكون طريقة تفكيرك وصورتك عن ذهنك بتكون يعني. انت لا تستنى سنة نجاح،
انت من جوا لازم تكون مآمن انك بالنجاح. شخص ناجح بالفعل. دائما نشوف على الفيستريم حتى انتشرت اول السنه انه انا شو عندي طموحات، انا طموحات 2019 لسه انا ما حققتها. يعني هيك كثير شفنا انه نوع انه انا لسه طموحي ب 2019 ما حققته، فما حضرت امنيه 2023. قد ايه احنا بنكون هيك انه حاطين اللوم يمكن اكثر على الظروف؟ اكيد ظروف صعبه، بس احنا لازم نشتغل على حالنا، نطور قدراتنا لحتى نوصل على الفرصه المناسبه. هون احنا كيف الشخص ممكن يتعامل مع هيدي الظرف او هيدي المحن او اللي عم نمرق فيها؟ طبعا هلا اهم شيء انه الانسان بده يعرف انه الظروف، اكيد الظروف يعني احنا عم نعيش حياه متغيره، يعني مو دائما الظروف بدها تكون معنا ودائما على كيفنا. الحياه متغيره، قد تكون سلبيه او ايجابيه، هي بترجع للقوه النفسيه والقوه الشخصيه عند الانسان. هو بده يقوي ذاته وبده يكون هو عنده اسلوب باداره نفسه، يعني بده يحدد، بده يلاحظ شو هالمتغيرات اللي عم يستقبلها من الخارج، بده يحدد شو هي المشاعر اللي شعر فيها من خلال هالملاحظات والمستقبلات اللي عم تجي من الخارج. هالمشاعر هي بدها تولد حاجات، الانسان بطبيعته عنده حاجات، فهو الوقت بيكون عنده نقص باحتياج معين لازم يلبي هذا الاحتياج، ولازم يحدد طلبه ويكون واضح بالطلب شو المطلوب من نفسه ومن الاخرين، ويحاول يلبي هذا الاحتياج، لانه طول ما في نقص بشخصيته فهو حتما بده يكون في نقص بادائه. يمكن تقييم الذات هو اهم نقطه، تقييم الذات حدد نقاط الضعف ونقاط القوه عندي. نعم. وهون السؤال استاذه بانا، يعني ببدايه الحديث حكيتي انه لازم نبلور الصوره الذهنيه. نعم. الصورة الذهنية ولكن ليست ثابتة. نعم. عم تتغير باستمرار، يمكن حسب حالة الشخص اللي عم بيعيشها، بيرتفع التقدير من خلال العلاقات والنجاحات. نعم. الاجتماعية والمعيشية اللي عم نعيشها. نعم. هذا الشيء كيف بتقرأ الوضع عند كثير من الأشخاص؟ لقلك شغلة، هلا مين هن أسوأ الناس؟ أسوأ الناس هن اللي عندهم فهم خاطئ لنفسهم، ما بيفهموا نفسهم بطريقة صحيحة، عندهم تدني بمفهوم الذات. الشخصية الناجحة هي الشخصية اللي عندها تقدير الذات بيكون عالي. هلأ نحن داخل كل إنسان في عنا نوافذ، عنا 4 نوافذ، في عنا نافذة بتكون مفتوحة، يعني هي كل الخصائص الشخصية اللي بيعرفوها الناس عني وأنا بعرفها عن حالي، هو ما يظهر إلى الناس ويظهر لنفسي، السلوكيات والمهارات. وفي عندي نافذة بتكون نافذة مغلقة، مغلقة بالنسبة للشخص، يعني في أمور بيلاحظوها الناس بس أنا ما ملاحظة عن حالي. صحيح. ما بلاحظ عن حالي، أنا بجوز أحرك شيء أعمل شيء، أنا ما بعرف أنه أنا هيك عم بعمل، بس الآخرين شايفين أخذين النظرة. في عندنا نافذة بنسميها النافذة المقنعة، يعني مثل اللي لابس قناع. هذا الشخص بيكون بيعرف عن حاله امور الاخرين ما بيعرفوها، هو مخباها. هو مخباها عن الاخرين، فدائما بيلبس القناع وبيبين بمظهر يختلف تماما عن شخصيته الاساسيه. ولكن بتيجي مواقف يمكن تكون بسيطه بتنبش له الطبع الاصلي. تماما، هي ناحيه. بس لاقول لك شيء، نحن هلا برجع لهي الناحيه. النافذه الرابعه هي انه بيكون عندك منطقه مجهوله، يعني بيكون الانسان عنده طاقات او عنده خصائص شخصيه ما أنا معروفه لا بالنسبه له ولا بالنسبه للاخرين. هون هي المنطقه، هي اخطر منطقه. هون الشخص وقت بيرتفع تقديره لذاته، وقت اللي هو بيفهم حاله صح، قادر على انه يبحث عن الطاقات الكامنه اللي جواته ويستثمرها في خدمه نفسه، تطوير نفسه. بجوز يطلع منه شيء نحن منا متوقعينه لهذا الشخص اللي بيعرف يكتشف هالمنطقه المجهوله الموجوده عنده. هلا بس بدي ارجع للمنطقه المقنعه. كل ما كبرت مساحه هالنافذه المقنعه هي عند الشخص، كل ما كان عنده مفهوم تدني احترام الذات، يعني بيكون هو ما عنده احترام لذاته، لانه الانسان اللي بيحترم ذاته بيتقبل ذاته مثل ما هو وبيظهر على حقيقته. لكن ما في حدا بشخصيته الا موجود النوافذ الاربعه، بس نحن الصح انه تكون باعتدال، يعني بيكون في تساوي بالنسب بين هالنوافذ الاربعه. بس لما بدها تمتد مساحة النافذة المقنعة عند الشخص، حتما هو شخص غير سوي نفسيا، غير صحيح نفسيا. فنحن مثل ما بنعرف انه كيف تكونت هالصورة الذهنية عند هذا الشخص، من خلال المعتقدات، القيم، المخاوف اللي ترسخت فيه في عقله الباطن باللاوعي،
هو مو بذنبه، بجوز من مرحله الطفوله مرق بتجارب وخبرات فشل نجاح هو ما تحكم فيها، بجوز تعرض للذل للاهانه او للتعزيز فتكونت صورته الذهنيه بهي الطريقه. هون اكيد ما بتضل ثابته، في عوامل كثير بتلعب دور بتغييرها. يعني مثل ما حكينا هلا انه هو بده يشتغل على توسيع النوافذ واغلاق النوافذ التي تزعجه، وكذلك على الشخص مثلا احيانا نحن بس يجينا تقدير من الاخرين بيعطينا تقدير كمان للذات، بيرتفع تقديرنا لذاتنا. يعني انا بقدر مثلا انا في شيء سويته باخر السنه كتبت لاخواتي ورفقاتي اكتبوا لي 5 امور بتعجبكم فيني وخمس امور ما بتعجبكم فيني، صدقا انا تفاجات انه اعطوني قصص انا فكرتها بحالي ايجابيه طلعت هي سلبيه بنظرهم، ولا واكتشفوا جواتي امور انا ماني منتبهت لها اكتشفتها انا بحالي. وحتى ممكن بمناطق ما حدا ما بيمر بمرحله بشك بقدراته وبامكانياته اكتشفت انه انا حدا يعني بيحبوا حديثي بيحبوا كذا، فحاولت اشتغل اكثر على حالي وعطاني تعزيز اللي بتحبب الناس اعطاني تعزيز، وصرت ابحث اكثر انه انا كيف بقدر اطور نفسي بطريقه افضل. كثير اشخاص كثير بهمهم المديح، يعني انه هن شيء بيخليهم انه اذا ما لاقوا الاستحسان والمديح بيروحوا على جهه ثانيه. هون لازم يمكن نخفف من هيك، انه اكيد راي الناس مهم ومثل ما حكيتي بيعطيني تقدير للذات، ولكن اهم شيء انه يكون عندي ثقه بنفسي وثقه وين انا رح اوصل. شوفي اقول لك شغله، المديح هو حاجه انسانيه طبعا، احتياج انساني، كل انسان بيحب المديح. صحيح. هو من الحاجات الاجتماعيه. صحيح. ضمن هرم ماسلو، يعني نحن ما فينا يعني ما فينا ننكر هذا الشيء. صح. هو مهم. صح. بس الاهم انه نحن ما نتاثر بالناس السلبيين اللي بياثروا علينا بشكل. صح. سلبي، نحن نحط هاله قويه حوالينا وما نتاثر بهالناس اللي بينسفوا قدراتنا وامكانياتنا، يكون عندنا ثقه بنفسنا ونعمل دائما على تطوير الذات. اما ما فينا ننكر انه المديح والثناء اكيد مهم، ونحن بالعكس وقت اللي بناخذ هذا الشيء طاقه ايجابيه بيرتفع تقديرنا للذات، تقدير الذات اذا فينا نحن نستثمره صح. نعم. يعني اذا انا اجاني اطراء جميل ممكن انا اوصل للعجرفه، يعني انا بصير شوف حالي، ولكن وقت اللي انا بدي استثمر صح ورمم النقاط الضعف عندي بهذا المديح، انه اخلي واستقطب اكبر عدد وشريحه من المجتمع انه تحبني من خلال ادواتي انا. نعم. هون وقتها فعلا المديح بمكانه. تمام. الاصلي. صح. ولكن هون السؤال، هلا حكينا انه التقدير الذاتي من خلال علاقاتنا ونجاحاتنا. نعم. السؤال هون كمان ممكن لانه نحن عم نركز يدنا التقدير الذاتي اذا ركزنا على نقاط الفشل. نعم. صح ولا لا؟ صح صح. يعني هون كمان كيف لازم نغير ونبرمج عقولنا كمجتمع سوري نحن، وخصوصا بمحافظة اللاذقية. نعم. كيف نحن لازم نرمم لناخذ الإيجابية بكل جوانبها؟ يعني نحن أهم شيء أنه نركز على نقاط القوة والنجاحات بحياتنا. يعني نتذكر وين الأمور اللي أنجزنا فيها، اللي كنا ناجحين، اللي أنجزنا فيها أمور ما كنا متوقعين أنه نحن قادرين على أنه نوصلها. نحن دائما نستحضرها ونعيشها ونعيش السعادة نفسها يلي عشناها وقت اللي حصلنا على هذا الشيء. أنه نحن دائما لازم نمارس عادات إيجابية تنعكس على حياتنا ايضا بالسلوكيات الايجابيه. يعني مثلا خلينا نقوم صباحا، يعني بالصبح نقوم متفائلين نسمع التوكيدات الصباحيه، بالليل خلينا بشكل يومي نكون كاتبين صفاتنا الايجابيه، النعم اللي الله عطانا اياها نقراها قبل ما ننام وننام نحن عم نشكر ربنا على هالشيء الموجود عندنا بالصفات الايجابيه. بصير عندنا برمجه بعقلنا اللاواعي انه نحن اشخاص ايجابيين وانه نحن عندنا الكثير. خليه تكون لغتنا مع نفسنا رقيقه بلا هالجلد الذات هذا وتانيب الذات الدائم. خليني احب حالي دائما، بقول انا احب نفسي، احترم نفسي، انا اكرم نفسي، يعني بلا ما نضطهد حالنا ونعذب حالنا من جوا. خلينا نحدد اهداف بتتناسب مع امكانياتنا. كثير مهم هذا الشيء. خليني بلش بهدف صغير. صحيح. يعني خليني بلش بهدف جدا صغير. صحيح. وحققه وانبسط وعزز نفسي وحفز نفسي اني انا حققت الهدف، بكره بدي اعمل شيء اكبر من هذا الشيء. خلينا نتسامح مع بعضنا، المسامحه كثير بترفع تقدير الذات وكثير بتعلي الثقه بالنفس. خلينا نساعد بعض، نحن وقت بنساعد بعض كمان بيرتفع تقديرنا لنفسنا. خلينا نكون صادقين وواضحين مع بعض، الصدق والوضوح يرفع تقدير الذات طبعا. واهم شيء بدي لكم عليه انه
المبادرات، خلي الشخص يكون شخص مبادر. الإنسان المبادر يرتفع تقديره لنفسه، بشرط أن لا تكون هذه المبادرة على حساب راحتي. أنا ممكن ساعد أو قدم مبادرة تجاهك أو اتجاهها، بس ما يكون على حساب راحتي لحتى يرتفع تقدير لذاتي، وبالآخير أتعب وأهلك وأرجع على بيتي ما في طاقة لإنجاز أعمالي. مثل ما قلتي أستاذة باي، يمكن حسب الإمكانيات وطاقات كل شخص، ويمكن كل شيء عم تحكيه هو ثقافة. ننطلق من حالنا لنحصل على مجتمع سوي بمختلف الاتجاهات والصفات والمعايير، لتخلينا فعلا شعب محب وشعب بحب المساعدة والمبادرات الطيبة. يعني علا الإضافة كتير حلوة، يعطيكي ألف عافية، نورتي صباحنا لليوم، كتير نقاط مهمة حكينا فيها. الموجهة بان عباد، يعطيكي ألف عافية، شكرا لحضرتك، كل عام وانت بخير. شكرا لكم، كل عام وانتم بألف خير. بس هلأ بدي أختم بقول بيستحضرني، تفضلي. أحب كل صباح عندما أفتح شباك غرفتي فتدخل رياح التغيير، فأشم هذه الرياح وأعمل على تغيير نفسي. يعني نحن لا يمكن نتغير إذا ضلينا مسكرين الشبابيك وما سمحنا لرياح التغيير بالدخول. كل هذا بيجي بالتجارب والخبرات تماما. ونحن خير من نكون بهذه التجارب. يعطيك العافية ونورتونا، وشكرا على النقاط المهمة اللي ركزنا عليها، وتكون سنة 2023 سنة خير عليك وعلى أهلك وعلى كل حدا بتحبيه إن شاء الله. شكرا لكم وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا فيكي.